إنهم هم من قدموا أرواحهم قرابين لحماية كل ذرة من تراب الوطن كان لهم عيد، ولأنهم من رفعوا راية الوطن خفاقة عالية، فما تزعزعوا وما تراجعوا بل صمدوا وقاتلوا واستبسلوا، ومن هزموا كان لهم الشكر والتقدير من جميع السوريين. كما ينزف الجرح غائرا على جبين المحافظات السورية حزنا وألما على فراق بواسل سوريا، تشمخ النفوس وتفتخر برجال أبطال ارتبطوا بنبض الأرض ورائحة التراب، وتمسكوا بجذور الوطن والتاريخ، ودافعوا بكل إخلاص وثبات ونالوا شرف الشهادة. في عيد الشهداء قيمة القيم وذمة الذمم، وقفت محافظة حماة وقفة شكر وتقدير أمام النصب التذكاري لشهداء المحافظة وأضرحة شهداء الحق الذين استبسلوا في الدفاع عن تراب الوطن، وارتفع لحن الشهيد ووداعه وسط العروض العسكرية. محافظة السويداء احتفت كذلك بشهداء سوريا الأبطال الذين لا يبالون إن وقع الموت عليهم أو وقعوا عليه، شامخة جباههم مكللة بالغار ناصيتهم عندما يرحلون يتركون أثرا لا يمحى، يزفهم أحبابهم وتزغرد لهم أمهاتهم، ويتغنى آباؤهم بشرف الشهادة ويتفخرون بأن الشهيد من ذويهم. وين مثل الكرم والسهل المديد، يوم المعركة ما كان عن أرضه بعيد، قدم لها حبات قلبه كلها تا ترتوي بتراباتها بدم الشهيد، والله يرحم الشهداء ويرحم جميع شهداء السويداء والسورية كلها. بحب قول بس كلمة انه مروان عاش بهالدنيا بطل ومات بطل واخذ ذكرى احلى بطل. محافظة القنيطرة حيت كذلك شهداء الوطن في عيدهم، وهي التي تجلت فيها معاني الشهادة باسمى اشكالها من خلال البطولات الفردية والجماعية التي اظهرها الجيش العربي السوري بغية تحرير ترابها من دنس الاحتلال الاسرائيلي. وكما أنشد شهداء سوريا بنضالهم أنشودة الكرامة والإخلاص والوفاء، صدحت حناجر السوريين بكلمات الوفاء والتقدير والشكر لهم، وأقل ما يمكن تقديمه كعربون امتنان وشكر هو الاعتناء بشؤون أسرهم من بعدهم، وهم الذين صمدوا وصرخوا بشجاعة فداك يا وطني، فلولاك ما استبسلوا، ولولاك ما قاتلوا، ولولاك ما انتصروا، وقد مجد اسمك الواحد الأحد. بحب اترحم عن روحه وعن شهداء كل الوطن، وبتمنى ديم السلام بسوريا الام. بقول لرفقاته الله يحميكم بس، وبقول الله يقتل اللي قتلوا. انا بتمنى من الله ابن فدا، كبش الفدا عن الجيش وعن الوطن وعن اخواته. بابا مات شهيد ونحن بنرفع راسنا فيه، والله يحمي الجيش العربي السوري وينصر بلدنا سوريا. البابا طول عمره كان انسان شريف، انسان بيحب بلده وبيدافع عن مبادئه، المبدا انه هو عنده الارض اغلى من اي شيء بالدنيا كلها، وضحى كرمال مبدا، ونحن رح نكفي كلياتنا على هالمبدا، والله يطعمنا مطعمه، والله ينصر بلادنا ويحمي الجيش العربي السوري ويرجع كل غايب لأهله. تجاوز شهداء سوريا التسميات البديهية ليسمو فوق أبعاد الحروف، ويعتلوا قبة سماوية لا يصل إليها إلا النخبة المختارة من خلق الله، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه.